Hi guys, how you doing? Everything is good? Good. It's hot, summertime. I've been out for a while. سخون الحالة اليومات وكنت بعيد عليكم واحد شي شوية كواحد في واحد المرض لحاجكم العجز المهم اليوم اش غادي نديرو غنديرو واحد اللعبة سميتها الروبارب. قلبت عليها بالعربية ولقيتها بأنها حتى هي بالعربية سميتها الروبارب والفريز. So today we're gonna make a rhubarb pie, like rhubarb strawberry pie or crumble. So عندنا الروبارب وعندنا الفريز غادي نديرو واحد الباي. اوكي نهضروا شي شويه على الروبارب ونرجعوا. So rhubarb requires a cold winter and is not productive in areas with a very hot summer. الروبارب خصو سميتو فصل الشتاء كيكون بارد, خصو يكون بارد وما كي يصدقش مزيان في البلايص اللي فيهم الشمس بزاف. Summer temperature has to be like under 75 degrees. خص الصيف يكون قل من 24 درجة ديال الحرارة. Deep and rich, well-drained sandy loam is ideal. خص البلاصة فين تغرسو كي تكون شي شوية ساندي, شي شوية مرملة, داكشي ما خصش يكون فيها شي غيس وداكشي اللي كي يكون بحال اللي كيقتل الجدر ديالو. الروبارب خصو بزاف الماء. الروبارب requires a lot of water too. الروبارب is best grown from roots. الروبارب حسن تغرسو بجدوره, تغرس الروبارب ما ديرش ليه الزريعه. No seeds because it didn't come out like quicker. هادي لا بلون ديال الروبارب كتبان بحال هكا. الجذور ديالها الورق ديالها ما مزيانش, ما الى كليتيه يقدر يضرك في كرشك. The leaves actually are poisonous. مسمومين الورق ديالها مسموم. Rhubarb need a year to get fully established. خصو عام كامل باش يتقدم مزيان في الاول. So when the stalks are between 12 and 18 inches you can cut them off. ملي كيكون جذر 30 حتى 46 سنتيمتر تقدر تقطعو ديك الساعة وتستعملو وكيرجع لراسو. We have rhubarb right here. Rhubarb هو هذا كيشبه الكرافس, على الكرافس خضر وهذا احمر شهب في هاد البلاد ديال هذا الشهب. بلادي. So we have rhubarb. I actually washed. هو هذا قطعناه طريفات صغيرين. خدينا الفريز حتى وقطعناه. We took rhubarb, we cut it like small pieces. Strawberries, we cut them small pieces. Then we do have a pie crust. هذه ديال الباليبيان ديال الباي. وعندنا واحدة أخرى اللي شديناها وخرمزناها باش نديروها من الفوق. هادو ما صايبتهمش أنا في الدار, عشريتهم. So the first thing we're gonna do is we're gonna take some flour. غادي ناخد شي شوية ديال الدقيق, شي شوية الدقيق. الدقيق الممتاز بحال مثلا واحد شي نص رابعة ولا نص رابعة. غادي نديروها هنا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الشوكر. يلا الشوكر غنديرو حتى هو بحال هكا واحد نص رابعة ديال السكر حتى هو غنديرو هنا ونحيدو لينا هادو من هنا ونحيدو هادو من هنا. نديرو المقبط ونحيدو الشوكر. غناخدو بايضة غنديروها مع داك الشكر مع السكر والعيبة. We took the one egg, we added it to our sugar and the flour. We're gonna mix the whole thing. Yep. So when this whole thing is mixed, ملي هذا غادي يتخلط واش انا راسي مقطع, انا راسي مقطع, انتوما كتفرجوا فيو ساكتين. انا دابا راسي مزيان. الليلة انتوما بشي شكال انتوما. So when our flour, sugar and egg are mixed well, we're gonna add the strawberry and the rhubarb in here.
Usually I add them in, I mix them, then I leave them for like 15 to 20 minutes to soak out all the sugar and the and the and the flours. ملي كنخلطهم هنا كنخليهم واحد ربع ساعة حتى ثلث ساعة باش يسترشقوا مزيان داك الخليط. هادي ساهله ماهله ساهله ماهله. راه حيت دابا الكاميرا وداك الشيء كيبان داك الشيء فشي اشكال وفشي اشكال. اما هو ملي كتكون ديرها بوحدك ساهله ماهله ساهله ماهله. انا دابا غنخلط هادشي كامل ونخليه واحد ثلث ساعه بحال هكا كل ربع ساعه. سمع زين هادشي ساهله ماهله. هيا تخلط داكشي كامل واحد ثلث ساعة ولا ربع ساعة ندير الاستفعالة. المهم فاصل وانا واصل عدنا. دونك غادي نهزو هادشي اللي درناه هنا اللي خلطناه هنا وجلطنا هادشي اللي خلطناه هنا وجلطنا غادي نهزو غادي نديروه هنايا فهاد اللعيبة. سمعتني انا غادي نديروه هنا 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 هادشي نكبوه هنايا. الله هادي تكفانا هادي تكفانا هادي تكفانا ياك تكفانا هادي تكفانا هادي هادا تشوف. هادي ماشي بايب بسميتو بالعجينة. هادي مدرتهاش بالعجينة. نورمالمون كاين اللي كيديرها بالعجينة ماشي مشكل. كدير بالعجينة لتحت وكدير العجينة الفوق وكتجي بحال الباي. هادي كيقولو لها الكرامبل. الكرامبل داكشي داير بحال هكا فهمتي ماشي شكل. ملي كتبدا تقطع فيها كتقطع كاملة كتاكلها بالعشق ولا ولا بسميتو ولا بالفرشة رايطة. This is not really a pie, this is a crumble. So when I'm done with this, what I'm gonna do, I'm gonna take this, I'm just gonna put it on top right here. So the oven is preheated to 400 degrees. الفران سخناه على درجة حرارة 400 وطار جموع التومة شي 200 وشي حاجة. وغادي نخليوه الفران واحد ثلث ساعة حتى ساعة ونص. So we're gonna leave it in the oven for about 20 minutes up to 3 hours. هذا سيدي اش غيوقع ليه غادي يطيب. صافي غنخليوه بحال هكا وندخلوه سندخله للفران. غنهزو هذا بحال هكا عندك اشتري فيا نديرو بحال هكا نديوها للفران بحال هكا. بقاي تما واحد ثلث ساعة حتى نص ساعة. باباي. غنحلو الفران. راه هي شتاكي ولات. ها هي نجيبوها نحطوها هنايا. هيا جميله جدا. شي كي كدير ما كديرش بحال ما غتقطعش بحال الباي. كتهز جاريه 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 معلم. شي كي دايره ها هي نحطوه هنا ومع انا باق ما تغديتش غنزيد واحد شويه اخر هنايا نحطوه هنا هي في الحقيقه الروبارب كما قلنا بحالو بحال celery. The rhubarb looks like celery but it's different, a little different. It's a little tart, a little bitter. بحالو بحال الكرافس غير هو شي شويه مر عليه على المر على الكرافس. الكرافس غير تاكلو بحال هكا هذا مر عليه. القط ما كاش اللي فعاوتاني غادي نديرو ليها بحال هكا وغادي نديرو فيها ايس كريم. كتجي مع الايس كريم مخيره. كيجي مع الايس كريم مخير. So little ice cream, like a lot of ice cream. شي شويه بزاف ديال الايس كريم ونخرج على برا ناكلو هادشي. نهزو لاكامير ديالنا ونطفيو الضوء ونطفيو الضوء لاكامير
La camera, la camera. نطفي الضوء. You want out? Come on. Come on out. Come on out, Pepe. احنا غاديين على برا ناكلو على برا. ايه القط القط. القط القط القط. القط القط القط. القط 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 يا القط. الاستدواقة الاستدواقة. كما العادة كما جرات العادة نديرو الاستدواقة عاوتاني الاستدواقة. يا جميل هادشي كيبان بشكل جاري ولكن هذيك هي هذيك هي الكرامبل كيبان جاري ولكن هذاك هو ماشي باي هادي ما طيبتوش مزيان مزيان باش ما يخسرش لي المذاق ما المذاق ديالو ما يتفقدش حيت هذاك الروبارب الروبارب كما قلنا شي شويه مر بسم الله بسم الله ice cream actually the strawberries you know compensate for the bitterness tartness this is really good with the ice cream oh my god the rhubarb is still a little crunchy but it's really good rhubarb باقي شي شويه قاصح ولكن كما قلت انا ما طيبتوش مزيان باش ما يقصحش مزيان فين القط طايح والقط تبين راه المهم روبارب ستروبري ايس كريم ثانك يو فيري ماتش